السلام عليكم وأهلا فيكم بقناة شادتيوب. في هذا الشرح راح نتكلم عن أفضل وأخف محاكي أندرويد لنظام التشغيل ويندوز 11، واللي هو الإصدار الأخير من LD Player 9 الخفيف والسريع لألعاب الأندرويد. قبل ما ندخل في التفاصيل، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. في البداية خلينا نتعرف على المحاكي للي ما بيعرفه أو جربه. طبعا هو محاكي أندرويد مجاني وخفيف ومتخصص في لعب ألعاب الأندرويد بسهولة من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخيارات والألعاب اللي بتجعل تجربتك ممتعة. وزي ما أنتم عارفين، في الفترة الأخيرة انتشرت مجموعة كبيرة من محاكيات نظام الأندرويد على أجهزة الكمبيوتر، واللي بتمكنك من تثبيت الألعاب وتطبيقات الأندرويد على الكمبيوتر. ولكن المستخدمين بالدرجة الأولى بهمهم السرعة والسهولة بالتعامل، ومع هذا المحاكي راح يتم توفير هاي الأمور لتتمكن من ممارسة الألعاب دون مشاكل. طيب ليش الإصدار الجديد من هذا المحاكي بيستحق التجربة؟ ببساطة لأن المميزات اللي أضافوها هي كالتالي: تم تجهيز المحاكي بنظام أندرويد 9 ومحرك نواة جديد بالكامل، تم تحسين الأداء العام بنسبة 100%. هاي النسخة هي أسرع نسخة في تاريخ إصدارات المحاكي. تم إجراء الكثير من التحسينات في إدارة الذاكرة وعرض الشاشة. تم تحسين معدل الإطارات بشكل كبير، وهو محسن خصيصا لألعاب بت 64 واسعة النطاق. تم حل مشكلة التعطل العشوائي لبعض الألعاب وعدم الاستقرار عند الاستضافة لفترة طويلة، مثل فري فاير وببجي إلى آخره، الألعاب اللي بتعرفوها. طيب الآن خلينا نتوجه لتحميل المحاكي وتثبيته على الجهاز. طيب ندخل على الموقع الرسمي للمحاكي، واللي راح أرفخ لكم رابط تحميل في أول تعليق. طيب كل اللي عليك تضغط على تحميل البرنامج. البرنامج الآن على سطح المكتب، نضغط على تثبيت البرنامج. عندك هون خيارات اللغة، تختار اللغة اللي بدك إياها. طبعا يعني لغتك عربية، تختار اللغة العربية وبتضغط على تثبيت. طبعا قبل ما تضغط على تثبيت، عندك هون مسار الإعداد، يعني إذا حبيت تغير موقع تثبيت البرنامج بس بتحط هون على تصفح وبتختار وين حاب تثبته، على السي أو الدي أو الإي، وين مكان. طبعا أنا بدي أخليه على المكان الافتراضي اللي هو السي. نضغط على تثبيت وبتنتظر لما يكمل تثبيت البرنامج. طبعا زي ما انتم شايفين امامكم، اذا بتلاحظوا المرحله الاولى ببلش تنزيل البرنامج، لانه انت اصلا الاداه اللي نزلناها هي للبرنامج حجمها ما يقارب 3 ميجا 2.67. تمام حبايبي، البرنامج الان دخل في مرحله التثبيت. المحاكي تم تحسينه للعمل على الاجهزه الضعيفه، يعني اذا كان جهازك امكانياته ضعيفه ما راح تعاني نهائيا مع المحاكي. بعد اكتمال التثبيت تضغط على بدء، تنتظر لما البرنامج يشتغل. زي ما انتم شايفين الان المحاكي اشتغل، زي ما انتم شايفين أموره تمام. طيب بدنا نجرب المحاكي، خلينا نضغط ونسكر نشوف كيف الوضع. زي ما انتم شايفين المحاكي سلس جدا وما في أي مشكلة. ننزل لعبة خفيفة ونجرب المحاكي. خلينا نشوف هاي براول ستارز تثبيت. خليني أعمل تسجيل دخول وأرجع لكم. طيب تمام أصدقائي، بعد ما عملت تسجيل دخول خلينا نعمل تثبيت للعبة. طيب خليني أحكي لكم شغلة بسيطة وسريعة. في حال كان عندك أنت تطبيق أندرويد، مثلا لعبة، برنامج، وكان موجود عندك منزل على سطح المكتب، تقدر تعمل له سحب وإسقاط هون، هو بيعمل عملية تثبيت مباشرة بدون أي مشكلة. تمام، تم تثبيت اللعبة زي ما أنتم شايفين. خلينا نشغلها ونشوف كيف وضعها. طيب هون بقولك تقدر تضغط F12 أثناء تشغيلك للعبة لعرض لوحة المفاتيح. طيب تمام، زي ما انتم شايفين اصدقائي سلاسه جدا هاي اللعبه، زي ما انتم شايفين جربناها. طيب عندك هون لوحه الخيارات، هون هاي بتقدر تخفيها عن طريق السهم هذا، وبتقدر ترجعها برضه عن طريق السهم. عندك هون الاعدادات، بتقدر تدخل على الاعدادات هاي، بتقدر ترفع الاعدادات مثلا 1280x720، هون 1920x1080، بتختار اللي انت بدك اياه. هون عندك الانويه اللي هو السي بي يو المعالج، بتختار عندك 4 أنوية أو 6 أنوية حسب المعالج الموجود عندك في الجهاز. وهاي اعدادات الرام، يا بتخليه طبعا هو معطيك الموصى به، انت بتقدر تزيده ل 6 أو 8 حسب الرام الموجود عندك. يعني انا مثلا عندي 16 بقدر اخليه 6 أو 8، يعني الخيار بيرجع لك انت. اعدادات الجهاز طبعا هاي بتخليها زي ما هي، هو عاملها اعدادات افتراضية. قم باعداد جهاز بمعدل اطارات مرتفع، طراز 120 او 90 اطار في الثانية. طيب معدل الفريمات هون عندك، يا بتخليه 120 يا بتخليه 90. اعدادات اللعبة، معدل الاطارات اللي هو الاف بي اس الفريمات، طبعا هو مضبوط على 60 فريم، تقدر تزيده ل 90 120، تقدر تزيده اوكي. وبقول لك بعطيك تنبيه انه ممكن ما يكون متوافق.
هون بتقدر تزيده لغاية 165 فريم حسب انت قدرات جهازك. اكيد راح تعمل تستات وتجرب المعالج اثناء لعبك. هون عندك اعدادات الصوت، تختار اعدادات الصوت اللي بتناسبك. هون الميكروفون، وانا عندي الميكروفون رازر، اذا بدي احط الميكروفون استخدم الميكروفون بختاره. هون عندك مكبر الصوت، بتختار مكبر الصوت الموجود عندك في الجهاز، سماعات او سماعات الاذن. هون الشبكة، قطع الاتصال من الشبكة، تقطع الاتصال الانترنت او تمكين الانترنت تحطها ربط الشبكة. الاختصارات، هاي اختصارات لوحة المفاتيح اذا حاب انت تعمل زي عندك مثلا العودة هي سكيب. هون عندك الصفحة الرئيسية F1، تبديل التطبيق F2، القائمة F3 الى اخره. هاي الخيارات تقدر تغيرها انت عن طريق الكيبورد. هون عندك خلفية سطح المكتب الخاص بالاندرويد، تقدر تختار اللي بدك اياه. يعني خلينا نشوف مثلا، اختار الخلفية اللي انت شايفها مناسبة لك. هون عندك اعدادات اخرى، يعني اذا ما كنت تعرف فيها انا بفضل انك ما تلعب فيها نهائيا. طيب خلصنا من الاعدادات. هون عندك لوحة المفاتيح، اذا بدك تخصص ازرار لوحة المفاتيح زي مثلا اللي بيلعب ببجي على الكيبورد والماوس، تقدر تخصص لوحة المفاتيح من هون. هون عندك زر رفع الصوت، هون عندك زر خفض الصوت. هون عندك هون وضع ملء الشاشة بالكامل، يعني ما ببين اي شيء، زي كأنك انت منزل النظام اساسي. هون عندك تسجيل العملية، يعني اذا بدك تسجل الشاشة اثناء وانت بتلعب. هون زي ما حكيت لكم مثلا خاصية السحب والافلات، بتقدر عن طريق الخيار هذا انك تثبت تطبيق اندرويد اذا كان موجود عندك على سطح المكتب. هون تقدر تاخذ لقطة شاشة زي ما انتم شايفين، اخذت لقطة شاشة. هون تسجيل الفيديو، هون حسب تختار عالي الدقة او فيديو صغير، والفيديوهات المسجلة بتلاقيها موجودة على المسار هذا. تمام اصدقائي، يعني زي ما شفتوا المحاكي تم تحسينه بشكل كبير جدا. اتمنى انه بعد تجربتكم للمحاكي تكتبوا لنا في التعليقات تجربتكم للمحاكي. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.